السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمتعوا بصحة جيدة. اليوم غنديروا واحد الطاجين ديال الخرشف النمر واحد، تيجي غزال وبنين ولذيذ، والبنة فيه ما نقول لكمش كي دايرة، ولاصوص ديالو كتجي عاقدة وبنينة ولذيذة وخاترة، كيجي غزال ما شهيتكم فيه. إوا ندوزو نشوفو المقادير اش غنديرو في هاد الطاجين إن شاء الله الرحمن الرحيم. ونقول بسم الله وغنبداو في الطريقه ديال النصيب. عندنا واحد الكميه ديال اللحم، واحد قدر واحد نص كيلو ولا القدر اللي عندكم اللي جاب الله تبارك الله. وعندنا واحد جوج بصلات كبار اللي غنشلضوهم، وعندنا واحد ربيطه المعدنوس، وعندنا واحد الكاس صغير ديال الزيت البلديه زيت الزيتون. وبالنسبه للعطريه عندنا الملح على حسب الذوق، وعندنا معلقه كبيره سكين جبير، معلقه كبيره الخرقوم، والبزار معلقه صغيره. وبالنسبه للثومه عندنا 6 الفصوصه محكوكين ارقاق، وعندنا واحد نص حامضه مصيره، وعندنا الزيتون البيض والزيتون الاحمر. الزيتون البيض يكون بالعظام ولا بالعظام بحال بحال، والزيتون الاحمر كذلك تنزينوا به. هادو في التالي نبداو في النصيب. نجيب واحد الطنجره وغنحطوا ديك اللحمه فيها، ونجيبو ديك الكويس ديال الزيت البلدية غنكبوها عليها، هذا كاس صغير ديال الزيت البلدية. وغنجيبو ديك التومة اللي حكيناها، وغنزيدو الملحة، نقليو هاد اللحم في مع الملحة والتومة والزيت البلدية باش يتقلى واحد شوية ويبنان، تيدخلو البنة وكتدخلو ديك المذاق ديال التومة والزيت. واحد 3 دقائق تقريبا باش ندوزو باش نحطو عليها البصيلة المشلطة. ونزيدو العطرية. كنخليو هاد البصيلة مع العطرية مع اللحمة ديالنا كتقلى شي شويه، واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق على ما تذبل لينا شويه البصله. وغنكبو واحد الكويس ديال الماء، كاس عنبه، انا درت نص في النص، ولاني مقدر كاس واحد عنبه غنكبوه في لاصوص. كاس الماء اللي زدناه غيعطينا واحد لاصوص اللي غتحافظ لينا حتى على العطريه باش ما تلصق ليناش في قاع الطنجره. ونغطيو الطنجره ديالنا ونخليو هذاك اللحم يتشبع من ديك لاصوص ويتشبع من العطريه وتنسجم لينا جميع المقادير. من بعد عاد كنرويو بالماء سخون طايب، كنمرقوها كنعطوها الماء الكافي ديالها، وكندير واحد الربيطه ديال المعدنوس كيف ما قلنا، وكنزيدو ديك الحامض المصير كنحيدو له شويه القلب ديالو صافي، وكنحطوه تما باش كيدير ديك البنه، وكنسدوها وكنخليوها طيب على خاطرها، كنقصو البوطه ونخليها طيب على نار مهيله. وهذا الاثناء غندوزو نوجدو الخرشف ديالنا، والخرشف البنات ضروري من الحامض. الحامض هو عنصر اساسي في التنقيه ديال الخرشف، لحقاش الحامض هو اللي ما يخليش الخرشف ديالنا تكحال، وخصوصا الا كانوا يديكم ما عندكمش صباعيات في اليدين راهي لما درتوش عصير الحامض كيكحالو، يعني كيتكرفصو لكم يديكم، وكذلك الخرشف كيكحال. اذا عصير الحامض ضروري خصو يكون في الماء، غتشدو واحد الحامضه وغتعصروها في البانيو ديالكم. وبالنسبه للخرشف غتنقيو بهذه الطريقه، كتحيدو الجناب هما الاولين، من بعد البنات كتحيدو شويه من الفوق وكتجر واحد الخيط، واحد القشره رقيقه كتكون مغلفه هذاك الخرشف، ولما تحيدش البنات راه كتعطي المروره في المرقه. وبالاضافه الى ان هذاك الخيوطه خصهم ضروري تحيدو، اذا الخيوطه واحد القشيره رقيقه خصهم يتحيدوا بهذه الطريقه. كنقطعوا وكنجروا الخيط، كنقطعوا وكنجروا الخيط مثلا بحال هكا، كتحيدي شويه من الفوق وكتبقى تجري الخيط بحال هكا بحال هكا، وكتقطع عاوتاني ديك الجنيبات كتبعيهم، وكتشدي مثلا بحال هكا شويه من الفوق وتجري بحال هكا.
وإلا كانت شي خرشفة البنات بحال هادي، هادي راها شوية مكلخة كما تنقولو حنايا، يعني بحال الشارفة، هادي كنحيدوها ما كنديروهاش لأن هي كتخسر لينا الطاجين ديالنا، كنحيدوها. وكتبقى غادي بهذه الطريقه حتى كتكملي الخرشفه ديالك كامله. وما تنساوش البنات هذاك الريوصه ديك ديال الخرشف، واحد الريوصه كيكونوا لاصقين في الخرشف حتى هما كيتنقاو بنفس الطريقه. كنرجعوا للكوكو ديالنا وكنحاولوا نحيدوا ديك الحيمه اللي طابت نص طيبه، كنحيدوها باش نديروا الخرشف، كنمرقوا بعدا تنديروا الماء الكافي باش يطيب الخرشف، وعاد كنردوا ديك اللحم فوق منها. وفي هذا الاثناء راني كنحيد ديك الحيمه. وهذا الماء اللي كنديروا الماء سخون والماء كافي اللي غطيب لنا فيها الخرشف، والخرشف ديال البنات انا غسلتها مزيان 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 وعاودتها طاجات كتشعل، عاد حطيتها في الكوكوت ديالي وغنزيد فوق منها هذاك الحيمه ونسد عليها. يلا تجيني نيشان مع اللحم، حيت اللحم عندي كي قلت لكم البنات نص طيبه والخرشف فتيه، وغتجي نيشان ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي البنات انا غنكب الحيمه ديالي وغنقادها فوق ديك الخرشف ديالي وغنسد عليها ونخليها تكمل طيابها. من فات تقريبا واحد ثلث ساعة كانت الحيمة ديالي طايبة طايبة وفتية، والخرشف كذلك كان طايب، والمرقة ملبنة وخاترة. ودابا غندوز للتقديم. الطاجين ديال الخرشف ديالنا باللحم تيجي معتبر، تيجي غزال ولذيذ وخاتر. وكنزيد نزوقو شويه بالزيت الاحمر والخضر، نزيد له ديك الحامض المصير حتى هو طرونشات هكاك من الفوق، ايوا وديك المرقه الملبنه وخاتره. مهما شهيتكم فيها البنات تمني تكونوا كاملين معانا، ونحطوا هاد الطباصل فوق الطبالي ورا برا. وقادي نقول لكم الصحه والراحه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.